أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. بين الرواشين المترامية في المنطقة التاريخية في جدة، يعني في أجواء من الأصالة، الآن تستطيع تناول إفطارك في مشروع دكان أمي. إيش قصة هذا المشروع؟ هذا اللي حنعرف من خلال هذا التقرير اللي عدته لنا الزميلة العزيزة غادة الشاطبي. خلينا نشوف سوا. وسط البلد ووسط الأحلام والذكريات الجميلة، وفي مكان له سحره الخاص لحقبة زمنية لها من العمر أكثر من نصف قرن، وفي عمق المدينة التاريخية وإحدى حاراتها يقبع دكان أمي، أحد المطاعم الشعبية للأكلات الحجازية. أولا دينهم نظرية كأن كل واحد جاي يفطر عند أمه، فكل واحد يدخل أنه بيحترم المكان كأنه داخل عند أمه ويحترم أمه، فما يحس أنه بيفطر في مطعم ولا بيتقدم له أكل مطعم، بيظن كأنه عند أمه يفطر بفطور أمه، فطور شعبي. جدة تاريخية معروفة من زمان طبعا، ولنا تقريبا 6 سنوات هنا مع الأخوان، وكشعور كل يوم الصباح نجي هنا صراحة انبسط، يعني حقيقة، يعني انه يعني بحس نفسي كأني جالس في البيت، يعني كأكل وكنظافة ومعاملة الأم هنا صراحة يعني ممتازة جدا. هذا الدكان الذي يستقبل زواره بدفء وعاطفة الأم، بدءا من قائمة طعامه التي تحرك مشاعرهم فتجعلهم يشعرون بأنهم في ضيافة والدتهم، والتي تستقبلهم بحب وحنان لتقدم لهم أشهى الأطباق الحجازية. أكلنا من عندها شكشوكة وفول ومنتو وشربنا شاهي، والحمد لله يا رب، يعني أكل بيت كأنك تأكل ببيتك فعلا من يد أمك. هذا الشيء يعني اللي خلينا دائما متعودين أنه نجي عندها، صراحة تعودنا نجي. الخالة سمير ما شاء الله عليها أسمع لم سمع، يعني الواحد بيحس أنه قاعد قدام أمه. حبيت نغير من الفطار اللي متعودين كل يوم نفطر فيه في أقرب بوفية زي كذا، هنا في لها نكهة جديدة، أكل نظيف وشعبي وزي كذا في منطقة تاريخية في البلد. وجبات أمي ليست مجرد طعام، بل هي وجبة مليئة برضا ودعوات الوالدة، يضاف لها القيمة الغذائية والجودة العالمية بكرم أبناء البلد الطيبين. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. شفنا هذا التقرير اللي نقدر نقول انه هو بنسبة كبيرة بيفتح النفس. حنتكلم عن تفاصيله مع ضيفتي الكريمتين. احنا معنا اليوم الأستاذة سميرة غنيم والأستاذة عائشة غنيم، هم أصحاب هذا المشروع. إلهام غنيم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك، سعيدين بتواجدكم، يعطيكم ألف عافية، فتحتوا نفسنا. الله يسعدك. حبدأ فيكي أول شيء، اسمحي لي أقول لك خالة سميرة، أهلا وسهلا فيكي. بداية يعني فكرة عمل مشروع للأكل، هذه ما هي فكرة جديدة، فكرة يعني موجودة في كل مكان، لكن أكيد يبغى لها المذاق عشان الموضوع ينجح وينتشر. لكن قبل المذاق خليني أتعرف على الأنامل اللي بتعمل هذا أو اللي بتطبخ وبتطهي هذا الأكل. إيش علاقتك في الأكل يا خالة سميرة؟ والله علاقتنا إحنا كعائلة، عائلة غنيم، إحنا أساسا مطوفين، والوالدة وأعمامي وحريم عماني كانوا يعني ضيافة الحجاج زمان وكذا، فبالتالي كان يعني عندنا تنوع في السفرة العائلة، وبيتنا بيت العائلة، كان دائما كل جمعة تجتمع العائلة وبيكون فيها أطباق منوعة، وطبعا والمعلم الأول كانت الوالدة الله يرحمها، ومن هذا الشيء بدينا نتعلم، وكان في يعني هو طبعا في مذاق معين ممكن أحد يأخذ الطريقة بس ما بيسويها بنفس الطعم. يعني شكل الموضوع موضوع نفس وطعم. مين اللي بيطبخ؟ حضرتك خالة سميرة؟ أنا وإلهام بنطبخ. أستاذة إلهام، طيب عليك. يعني قالت لي كلمة أنا يعني أقدر أقول أني أخذت فكرة أو فهمت من الموضوع، أنه مسميينه دكان أمي على اسم الوالدة لأنه هي اللي كانت ملهمة لكم، صح؟ فحكيني عن المسمى، طب كيف خطر في بالكم أنكم أنتوا تسموه هذا الاسم دكان أمي؟
هي بداية كانت موجودة الله يرحمها قبل ما تتوفى. الله يرحمها. بدأنا أنا وأختي سميرة إنه بنفكر نعمل مشروع صغير. وزي ما تفضلت أختي إنه نبغى نعمل الأكل اللي إحنا تربينا عليه. يعني صح هو في الأكلات كتير وكده، بس أنا أبغى اللي يجي يشتري من عندي كأنه عامل الأكل في بيته. يعني مش إنه من مطعم أو من برا يعني. ففي الأول حتى هي كانت الوالدة الله يرحمها لما قلنا لها أنت اختاري الاسم، فقالت الرضا، فانبسطنا بالاسم ده وبدأنا فيه. كان اسم يعني كنا فاتحين في مركز يعني سوبر ماركت كبير، كنا عاملين فيه كشك اسمه ركن الرضا. بس لما جينا سجلنا على أساس أنه أخذنا دحين محل دائم في المنطقة التاريخية في البلد في جدة، فوزارة التجارة قالت أنه هذا الاسم متواجد يعني ومتاخد من كذا جهة فلازم تغيره. فكنا حزينين أنا وأختي لأنه هذه الوالدة الله يرحمها هي اللي اختارت هذا الاسم. فما أعرف، طلعت معايا قلت لها دكان أمي. ف سبحان الله يعني ايوه وزبطت يعني أيوة. فالحمد لله. ما في اسم دكان امي ده، ما في اسم احد مسمي كلمه او ما يخطر على بال احد والله انا اسمي مثلا دكان امي ولا دكان اختي ولا دكان خالتي. فجات ببالكم الفكره انه دكان امي. ولاحظت خاله سميره انه في التقرير انه الناس بتتكلم على جزئيه دكان امي، وفي جزئيه انه احنا بناكل كاننا بناكل من يدين امنا، معامله الام، حنيه الام. ايش الموضوع ده؟ والله هو هذه الرسالة اللي أبغى أوصلها أنا من هذا يعني المحل هذا الصغير. صح حتى بيسألوني اللي بيجوا بيتفاجئوا بيقولوا لي المحل صغير وكذا، فبقول لهم هذا صح صغير لكن زي قلب الأم، بيوسع الجميع، ما بيفرق. اللي يجي أول واللي يجي متأخر كله بيلاقي مكانه وبيلاقي الفطور جاهز عنده. طب ليش الشباب جالسين بيقولوا كأنه معاملة الأم؟ انت بتعامليهم معامله ببساطه، ما بتتكلفي. أيوة. كيف بتعامليهم يعني حتى انا ايوه انا حتى يعني مثلا في طريقه التقديم، في طريقه الهادي باختار الشيء البسيط العادي اللي ما بتجي ما بتشعري انه والله هذا المكان غريب او لا انه كيف حسوي او كيف لا، خشي انا جاي افطر عند امي عادي. هذا هو والله سبحان الله. حتى اللي بيروح يفطر ويقول لك راح افطر عند امي. ايوه انا كده هذا يعني مش راح افطر في مطعم كذا او مطعم. أيوة. لا عند امي. ايوه انا كده بقول لهم يعني حتى بتخلي ثلاث ارباع الشعب اولادكم كده. طيب فهو هذا يعني انا احب البساطه وكمان عشان الاستمراريه. يعني انا ابغى اكون مرتاحه كمان، ما ابغى اتصنع واعمل شيء عارفة. أحلى من البساطة. أيوة. طيب أستاذتي دحين نبغى نتعرف إيش الأطباق اللي أنا شفت شوية كده، في شوية فول على شوية شكشوكة على شوية مش عارف إيش عندكم أكلات؟ إحنا طبعا الفطور يعني زي ما يقولوا حق الحجازي، الشكشوكة، الفول، الفتوت، النواشف، الحواضر اللي يسموها حواضر البيت اللي هي الجبنة والعسل والمربى والقشطة مثلا والزبدة زي كده. هذا تركيزا عليه. يعني في عندنا شيء ثاني اللي احنا مسمينه التصبيرة، مو غدا لازم نقول ايش، ابغى اصبر نفسي بس الين ما اوصل البيت واتغدى. في اللي هو ممكن شوربه خفيفه، العيش باللحم عاملينه زي الكب كيك صغير، اشياء عينات صغيره. ايوه صغير. في اللي هو المنتو الكذاب، بس الناس بتقول عليه فرنسي، طوروه خلوه فرنسي بدل كذاب صار أيوة فرنسي. ايوه يعني هذه اللي هي تعتبر الأكلات، السمبوسة. إيه. في الفطير. فطير اللي بالزبدة يعني. أنتوا بس فطور وتصبيرة. أيوة. ما دخلتوا على الغداء. لا لا. ليه ما دخلتوا على الغداء؟ مو إن شاء الله يمكن في المستقبل يعني. إيه. أيوة إن شاء الله ليلى بإذن الله. طيب يعني خلاص أميرة الحين مليان أماكن وجيدة للفطور. صح. لكن
ايش نقدر نقول انه يميزكم عن غيركم؟ في شيء موجود عندكم مش موجود عند الباقيين؟ انا بسوي الاكل. انت بتطبخي؟ يعني انا ايوه انا واختي بنصحى الفجر بصحى الساعه 5 بتحضر طبعا الاشياء كلها من في عندنا 3 مساعدات في البيت يعني بنات كلهم ايوه بنات من المغرب احنا جايبينهم اخو يعني يعتبروا اخواتنا لانه ما شاء الله لهم 8 سنين او 10 سنين معانا فيعني فهم يعني بيادوا وبنحضر اشياءنا من الليل حتى الخبز على فكره احنا بنسويه في البيت انتوا بتخبزوا ايوه ما شاء الله تبارك حتى الخبز بنبيعه مع الفطور يعني مع الفول والشكشوكه وكذا فخلاص بيكون كل شيء جاهز ومنظمين الحمد لله وبنقوم بنسوي يعني الساعه 7 بيكون كل شيء جاهز فبناخذ الاشياء وبتروح هناك في عندنا السخانات وفي فرن برضه للتسخين لانه بيكون الاكل جاهز ومجرد تقديم يعني انتوا انا كان حقيقي السؤال التالي انه انتوا بتبداوا يومكم بالفجر ايوه بتصحوا بتخبزوا ولا قبلها بيوم؟ لا هو الخبز بيكون جاهز بس على طول ايوه بالفرن بنفس اليوم ايوه وبعدين طبعا الفول او البيض لازم في وقتها تعمليه يعني اي طبعا ايوه فبنسويه في الصباح ولا حيكون بايت يا خالة سميرة ايوه مشكلة شوف طيب وبعد كده بس وبناخذ الحاجه جاهزه وسخنه في السخانات وكذا وفي السياره وبنروح وبتبدا تطبخ الصباح وهو أيوة. ما شاء الله بتلاحق على طلبات الزبائن والله يعني بحاول يعني في نحاول نلحق ما شاء الله جماعتنا اسود ما بيمزحوا عشان كده بنركز دحين بس في وجبه الفطور والتصبيره على اساس انه هذه طاقتنا دحين ان شاء الله يمكن في المستقبل ممكن نكمل مثلا غدا وعشاء بس حاليا طاقتنا انه يا دوب نوفي مثلا عشان احنا بنفسنا بنعمل الاشياء احنا بنفسنا بنعمل الاشياء طب احنا بنفسنا كسيدات في مجتمع زي مجتمعنا اللي فيه افكار غريبه عجيبه وفي افكار نيره وفي افكار شويه صعبه مزبوط. فكيف يعني ستات وبينزلوا بيشمروا عن اكمامهم وبيخبزوا صحيح حقيقه انا فخوره في الموضوع ده لكن ما ادري هل وجدتم مثلا ناس ضايقتكم اشياء ازعجتكم في هذا الموضوع شيء طبيعي يعني لما تنزلي في المجال يعني العمل وكذا هتلاقي ممكن يعني اعتراض او ممكن يعني انتقادات بس انتقادات لمجرد الانتقاد يعني او مثلا ممكن يقول لي انه طب انا ممكن اخذ مثلا علبه الشوربه من عندكم مثلا انتم يعني حاطين السعر انا ممكن اخذها بنص السعر من برا يعني من محل ثاني هو له الخيار بس احنا بنعمل الشيء يعني هذه البوليسي او الحاجه المهمه القانون اللي يعني انا واختي احنا الزمنا نفسنا ملزمين به انه النظافه النوعيه الاختيار زي ما بقضي بيتي واكله هذا هو كمان بدي اقدمه عشان كذا الناس حتجيكي وتقبل عليكم أيوة. بهذا الشكل لانه مطمئنه خصوصا احنا أيوة. فتره الان صح. في شويه امراض كذا مهزله ايوه يعني انا يعني خلاص اللي حقدمه في بيتي واتقبله لضيوفي او لعيلتي انا هذا اللي حقدمه للناس تمام ايوه ورغم كذا انه الحمد لله في تشجيع مره كبير يعني مثلا جميل. الحمد أيوة. لله من في البدايه من وسط العائله يعني الكل الحمد لله يعني بيشجعنا وبيدعمنا يعني بمناسبة الدعم خليني أسأل خالة سميرة مين دعمكم؟ مين ساعدكم؟ مين وقف جنبكم في هذا المشروع؟ والله هو يعني العائلة الحمد لله وفي طبعا يعني حوالينا الأصدقاء الأهل بس هذا. طب كيف قدرتوا تسوقوا لنفسكم وسط المعمعة دي كلها والناس دي الكثيرة في كل مكان هنا مطعم صح غدا صح. هنا فطور هنا عشاء هنا فطور هنا فكيف كيف قدرتوا تسوقوا لنفسكم؟ والله سوقت لنفسي عن طريق انه انا الزمت نفسي زي ما قلت لك انه بشيء ما لا لا انا اقصد كيف الناس عرفت عنكم ما هو عشان الزمت نفسي فبالتالي حتى اللي جاء عندي وشاف مثلا بيقول لي اعترض على سعر او على كميه بيرجع ثاني بيقول لي لا ليك حق تعملي كده لانه في فرق فعلا
في ال... وبعدين يعني كمان السوشيال ميديا ساعدت. ما شاء الله خلاص سميرة. أيوة. لك في السوشيال ميديا؟ ايوه ما شاء الله. عندك تويتر وانستغرام وفيسبوك؟ ايوه عندي انستغرام وعندي سناب ما شاء الله تبارك الله. خلاص نتبادل سنابات بعد الحلقه. شكرا لك خاله سميره. شكرا لك استاذه الهام. يعطيكم الف عافيه. ربنا يوفقكم بهذا المشروع ان شاء الله. اكون واحده من زباينكم. حمستوني. الله يسلمك. شكرا لكم. اذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقره اكيد فقرات سيدتي ما زالت مستمره, لكن بعد هذا الفصل القصير خليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل. ما هي حقيقة رفع الشاب محمد الملحم علم المملكة بالفضاء؟ سيدتي نت معك أثناء دراستك, معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.